حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية أن التعرفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة ساهمت بزيادة الضغط على أسعارها في الأسواق. وقال نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري إن التسعيرة الجمركية المرتفعة أدت إلى مشكلات عدة، منها تكدس الحاويات في الميناء وارتفاع الأسعار في الأسواق، ما ولد ضغطاً كبيراً على المواطن العراقي. وأضاف السعبري أن رفع التعرفة الجمركية أدى إلى زيادة الأعباء على المستوردين وزاد مشكلة ارتفاع أسعار الدولار، وأضاف على ذلك زيادة التعرفة الجمركية. طالب مقترضون الحكومة والبنك المركزي بتخفيض الأقساط الشهرية المترتبة على القروض الممنوحة لهم بسبب تدني قيمة رواتبهم وأزمة انخفاض الدينار أمام الدولار. وأكد المقترضون أن قيمة الأقساط مرتفعة مقارنة بما حصل لرواتبهم من انخفاض لقيمتها بسبب تدني سعر الدينار أمام الدولار الأمريكي، مطالبين بالحكومة والبنك المركزي بإعادة النظر بالفوائد وزيادة سقف مدد تسديد القروض لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة أو تأجيل استيفاء الأقساط لحين استقرار سعر الصرف. أعلنت سلطات كردستان العراق عن تسجيل 5800 موقع أثري من المتوقع أن تحقق عوائد مالية وثقافية. وقال رئيس الحكومة مسرور برزاني إن الآثار التاريخية جزء من الثروات والموارد التاريخية والثقافية، وإن حمايتها ستكون من أولويات الحكومة في محاولة لتوظيف هذه الآثار بشكل أكثر كفاءة في مجال السياحة. هذا وتؤكد لجنة مختصة أو لجان مختصة وجود إهمال قطاع السياحية في العراق، والذي يمكن أن يرفض موازنة البلاد بإيرادات مالية ضخمة. كشف رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس عن توقعه بانخفاض النمو الاقتصادي العالمي في الفترة ما بين عامي 2023 و2024 بسبب استمرار التضخم وانخفاض الاستثمار. وأضاف مالباس أنه من المتوقع أن يكون تباطؤ الاقتصاد طويل الأمد في ظل استمرار التضخم وانخفاض الاستثمار الجديد، وهو ما سيسبب انكماشا كبيرا بين عامي 2023 و2024، مشيرا إلى أنه على الدول ترشيد الإنفاق. وفي وقت سابق توقع الاقتصاديون المشاركون في منتدى دافوس أن تواصل أوروبا مواجهة مستويات التضخم المرتفعة خلال العام الجاري. أظهرت دراسة استقصائية لخبراء الاقتصاد في أمريكا أن المزيد من الشركات الأمريكية تتوقع تقليص الإنفاق وتخفيض الوظائف، ويحدث هذا الأمر للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، ما يشير إلى أن دفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة يؤدي لإبطاء الاقتصاد. ويظهر الاستطلاع أن أصحاب الأعمال ما يزالون قلقين من أن عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تدفع بشدة الاقتصاد الأمريكي إلى الركود خلال عام 2023. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.